قال سامح شكري وزير الخارجية أن التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية يعد إحدى ركائز التعاون بين الطرفين ويحقق أمن البلدين. أكد وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أن الحوار الاستراتيجي يمثل فرصة جديدة لتقييم العلاقة بين البلدين على الصعيد الدولي والمتغيرات السياسية التي تمر بها المنطقة والعمل على بناء القواسم المشتركة بين البلدين. وأضاف أنه يمكن للولايات المتحدة الاستفادة من فرص استثمارية واقتصادية واعدة في مصر زي مشروع تنمية محور قناة السويس وقانون الاستثمار الجديد وبرنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. نتطلع اليوم لأن يتناول الحوار الاستراتيجي بين البلدين العلاقات الثنائية، حيث يمثل محور العلاقات الثنائية بين البلدين الركيزة الأساسية للعلاقات بينهما، ونأمل أن يسهم هذا الحوار في تعميق أوجه التعاون الثنائي المختلفة وترسيخ المفهوم الاستراتيجي للعلاقة وتحقيق الدعم السياسي المتبادل عندما تتوازى مصالح البلدين، خاصة لتعزيز قدرة الحكومة المصرية على الوفاء بمتطلبات أفراد الشعب في إرساء مبادئ الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية باعتبارها وحدة غير قابلة للتجزئة، واستمرار التعاون الوثيق فيما بيننا في مجال حيوي يعد إحدى الركائز الرئيسية للعلاقات وهو التعاون العسكري، بما يسهم بشكل فعال في تحقيق أمن البلدين وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي. إننا نتطلع إلى أن يسهم هذا الحوار في حث الجانب الأمريكي على الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة في مصر، على رأسها قانون الاستثمار الجديد ونظام الشباك الواحد وقانون تنمية منطقة قناة السويس ومشروعات تنمية محور قناة السويس وبرنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير مستوى التعاون الثنائي لزيادة إنتاج الطاقة في مصر. ونرى أن الأسلوب الأمثل لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين يتطلب إدارة العلاقات الاقتصادية بفكر جديد يستند إلى المفاهيم الشراكة الحقيقية القائمة على تحقيق المصالح المشتركة والابتعاد عن أسلوب فرض المشروطيات وصولا إلى شراكة عميقة ومتوازنة بين البلدين تعبر عن إدراك حقيقي لطبيعة المرحلة الفاصلة التي تجتازها مصر لتحقيق انطلاقها نحو المستقبل، وتعبر بصدق عن مدى الصداقة التي تربط بين البلدين والشعبين. أما بالنسبة لمحاور القضايا الإقليمية فتدرك مصر دور الولايات المتحدة كقوة دولية مؤثرة، ونثق أن الإدارة الأمريكية تدرك أيضا دور مصر كقوة إقليمية ذات تأثير واسع في محيطها الإقليمي العربي والأفريقي والإسلامي وعضويتها في حركة عدم الانحياز ودورها البارز ضمن مجموعة دول 77 والصين، وتثبت الأوضاع السياسية وتثبت الأوضاع السياسية الراهنة في الشرق الأوسط إن مصر تظل محور الارتكاز في المنطقة وشمال أفريقيا، ولا سبيل لاستبدال هذا الدور بأي قوة إقليمية أخرى، الأمر الذي يتطلب التنسيق الوثيق بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل وتحقيق المنفعة المشتركة. إننا نتطلع إلى أن يشمل حوارنا اليوم متبادل الرؤى حول الأزمات الراهنة في المنطقة وعلى رأسها الأوضاع في سوريا والعراق وسبل معالجة الأزمة الليبية وكيفية الخروج من الوضع المتأزم في اليمن، بالإضافة إلى ضرورة معالجة القضايا المركزية لأمن واستقرار المنطقة وهي القضية الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين في إطار المبادرة العربية للسلام وجهود مكافحة الإرهاب خاصة تنظيم داعش، فضلا عن قضايا نزع السلاح وجهود منع الانتشار النووي وتناول خطة العمل المشتركة بين إيران والدول الست وأثارها. وختاما فأود أن أنتهز هذه الفرصة لإعادة التأكيد على التزامنا بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة والتطلع إلى مواصلة هذا الحوار مستقبلا في إطار آلية تنسيق مشترك يتم الاتفاق عليه. قال جون كيري
وزير الخارجية الأمريكي أن مصر بتلعب دورا رئيسيا في المنطقة وفي القضايا الدولية. أكد خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة أن بلاده تدعم أمال الشعب المصري في تحقيق التقدم الاقتصادي، معربا عن ترحيبه بخطوات الرئيس السيسي لدعم الاقتصاد وتحسين الفرص أمام المستثمرين، حيث هنأ الشعب المصري بقناة السويس الجديدة والمقرر افتتاحها في يوم الخميس المقبل. مصر تلعب دورا رئيسيا في المنطقة وكذلك تلعب دورا رئيسيا في العلاقات الدولية، ونحن على يقين أن هذا الجزء قد أكدنا عليه بالفعل، ونحن نثق كل الثقة في مصر، ومن المهم أن نبدأ في إعادة بناء عناصر العلاقات المصرية الأمريكية بناء على الحوار الاستراتيجي فيما بيننا. وأنا كوزير خارجية جئت لزيارة مصر عدة مرات في أحداث مختلفة، ودائما رسالتي هي واحدة، إن الشعب الأمريكي ملتزم بأمن ورفاهية المصريين ويدفعهم في هذا ويقودهم في هذا بالطبع المبادئ المصرية ومبادئ الحرية والحرية الديمقراطية والعملية الديمقراطية القوية. إن المهمة أو جدول أعمال اجتماعنا اليوم يضم خطر داعش، وهو خطر كبير للغاية. منذ يومين فقط كان هناك اجتماع في كندا وأكدنا بشكل كبير على خطورة داعش وركزنا على هذا الموضوع، ونعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا في هذا الإطار، وأعتقد كذلك أنكم تريدون الحديث عن هذا الأمر. تركيا كذلك انضمت للمحادثات بشأن داعش، وهذا يعني الكثير، وأنا أؤكد لكم هنا، أؤكد أن الأنشطة واضحة ومحددة بشكل كبير، ويمكن أن نناقش كل هذه الأمور، كل ما ناقشناه من قبل في الاجتماعات السابقة حول داعش يمكن أن نناقشها هنا. وبالطبع الموضوع يركز على المجموعات المتطرفة التي تقوم باستخدام العنف بشكل كبير وتهدد استقرار الدول. أنا شخصيا كنت جزءا من عدة مناقشات منذ فترة طويلة عندما جئت إلى مصر هنا مع مجموعة من رجال الأعمال في محاولة لتحفيز العلاقات الاقتصادية. نحن بالطبع نعرف أن العالم كله يمر بأزمات كبيرة، قد لم ربما لم تنجح جولة سابقة ولكن قد تنجح جولات قادمة، هناك كثير من الفرص الموجودة. نريد التركيز اليوم على تدعيم آمال الشعب المصري، وبالطبع مصر دفعت ثمنا كبيرا لمكافحة ومناهضة التطرف، وأنا ودولتي نقوم بإدانة اغتيال السيد النائب العام السابق هشام بركات وكذلك الأحداث السابقة في سيناء، ونحن بالطبع نفهم خطورة هذا الأمر ونفهم كذلك خطورة الوضع على الحدود مع ليبيا، نفهم كذلك ما تمثله داعش من خطر كبير على أمن هذه المنطقة. كذلك أود أن أذكر قناة السويس، وأود أن أنتهز هذه الفرصة اليوم كي أقدم لكم كل التهنئة على الاحتفالات التي سوف تتم حول هذا المشروع الضخم، هذا المشروع العظيم، مشروع قناة السويس الجديد، وهذا سوف يكون له عظيم الأثر على الاقتصاد المصري وكذلك على الاقتصاد العالمي. وأعتقد أن هذا مشروع عظيم وهذه لحظة تاريخية وهو إنجاز عظيم حققته مصر.